مباراة صعبة ليست بالسهلة، جمهور بصراحة أنا متوقع راح يحضر بأعداد هائلة نفس مباراة كأس الخليج. الاستعدادات جارية على قدم وساق، اللجنة الأمنية، القوات الأمنية، اليوم كان أكو اجتماع للجنة الأمنية أيضا راح نشاهده هسه. بصراحة تواجد النائب الأول للاتحاد، تواجد المنسق الإعلامي، تواجد المشرفين، تواجد القوات الأمنية، يعني رأي هذا التواجد محافظ البصرة كابتن مهدي. مع هذه الصور مباراة ليست بالسهلة، راح نحكي أمنياً قادرين تعلمنا أكيد إحنا خصوصا بطولة الخليج السابقة، يعني درس استفاد منها المسؤولين على تنظيم المباراة وكل الجهات المعنية. يعني إن شاء الله يعني نكون نظهر بالمستوى وأمام الجميع بأن إحنا قادرين على تنظيم أي بطولة، لأن إحنا نمتلك يعني أمور فنية وأمور لوجستية. فالحمد لله إن شاء الله تطلع المباراة من الجانب الأمني وبنجاح كبير إن شاء الله. قادرين. وحضور الجماهير كيف تنظر؟ حضور الجماهير، جماهير يعني راح يكون مو رقم 12، نقول رقم واحد، لان احنا لان ملعبنا وجمهورنا اكيد راح نستفاد فد حافز او دافع للاعب العراقي والمنتخب العراقي. حضور الجماهير والتنظيم دخول الجماهير اللي ما تكلمنا المسؤولين عليه، ان شاء الله تكون المباراه ناجحه من كل العوامل خصوصا من التنظيم والنتيجه ان شاء الله. ان شاء الله.